لست بنوم إلا غفوات. ما قولي أمام الله يوم أن يسألني ويقول عبدي زنيت؟ أقول نعم زنيت وسرت بقدمي هاتين إلى الزنا. فقال صاحبنا لذلك التائب: هون عليك، إن رحمة الله واسعة، إن الله غفور رحيم. فقال ذاك الشاب التائب لصاحبنا هذا: ما جئتك زائرا ولكني جئتك مودعا. قلت: إلى أين؟ قال: جئتك مودعا ولعلي ألقاك في الجنة إن أدركتني رحمة الله أو رحمني الله بواسع رحمته. قلت: إلى أين تذهب؟ قال: أسلم نفسي إلى المحكمة وأعترف بجرم الزنا حتى يقام حد الله علي. فقلت له: أمجنون أنت؟ أنسيت أنك متزوج؟ أنسيت أن حق الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت؟ قال: ذاك أهون على قلبي من أن أبقى زانيا وألقى الله زانيا غير مطهر بحد من حدوده. قال صاحبنا: أما تتقي الله؟ أستر على نفسك، أستر على أسرتك، أستر على جماعتك. قال: كلهم لا ينقذونني من النار وأنا أريد النجاة من عذاب الله. قال: فضاقت بي المذاهب وأخذته وقلت: أريد منك شيئا واحدا. فقال التائب: اطلب كل شيء إلا أن تردني عن تسليم نفسي إلى المحكمة. قال: غير ذلك أردت منك، أريد أن توافقني عليه. قال: ما دام غير ذلك أوافقك. فقال صاحبنا له: امدد يدك، عاهدني بالله على أن تعمل وتصبر لما أقول. قال: نعم. فعاهدني. قال: فقلت: نتصل بالشيخ فلان من أكبر العلماء وأتقاهم لله حتى نسأله في شأنك. فإن قال: سلم نفسك إلى المحكمة، أنا الذي أذهب بك بنفسي. وإن قال: لا، فلا يسعك إلا أن تسمع وتطيع. قال: نعم. فسألنا الشيخ. قال الشيخ: لا يسلم نفسه. وقال الشيخ: إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف. الشيخ الذي سئل عن تسليم الشاب نفسه إلى المحكمة يقول: إن هذا الشاب قد أقلقه بالهاتف واتصل به مرارا يريد أن يقنعه أن يسلم نفسه، ويجادل ويلح ويقر على تسليم نفسه. قال: فلما قابلته قلت: لماذا أزعجت الشيخ بهذا الاتصال وأنا الذي قد كفيتك مؤونة الاتصال به؟ فقال: أحاول فيه أقنعه لعله يأمرني أو يوافقني أن أسلم نفسي. قال: ومن كلام هذا الشاب التائب للشيخ: إني قلت له: اتق الله يا شيخ، وأنا أتعلق برقبتك يوم القيامة، أتعلق برقبتك يوم القيامة، وأقول: إني يا رب أردت أن أسلم نفسي ليقام حد الله علي، فردني ذلك الشيخ. فقال الشيخ: هذا ما ألقى الله به، وما أفتيتك إلا عن علم. ثم قال الشاب التائب لصاحبنا: إني أودعك. قلت: إلى أين؟ قال: أريد الحج. وكان الحج وقتها على الأبواب، فطلبت منه أن يحج معنا. قال: لا. فظننته قد اختار رفقة يريد أن يحج معهم. قال: فحججت، وحج صاحبنا هذا وأنا لا أعلم من رفقته. وفي ثاني أيام التشريق رأيته من بعيد، فناديته وكان اسمه أحمد. يا أحمد، يا أحمد. فالتفت إلي ورآني ثم ولى هاربا. فقلت: سبحان الله، ما الذي غير قلبه علي؟ لعلي أراه في الرياض. قال: فلما قضينا مناسكنا وعدنا إلى البلاد قابلته فسألته، فقال: لقد حججت وحدي وتنقلت بين المشاعر على قدمي. وهذا الكلام يقوله التائب مقولة السر لصاحبنا هذا الذي أخبرنا بالقصة، ما يقوله تفاخرا أو رياء أو سمعة. يقول: تنقلت بين المشاعر على قدمي
لعل الله أن ينظر إلي ذاهبا من منى إلى عرفة، أو واقفا على صعيد عرفة، أو ذاهبا إلى مزدلفة، أو ماضيا إلى الجمرات، لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. قلت لهم: لماذا هربت يوم ناديتك، يوم ثاني التشريق؟ فقال: كنت مشغولا بالاستغفار، كنت مشغولا بالاستغفار، استغفر من الزنا الذي فعلت. قلت: هلا جئت معنا؟ يقول صاحبنا له: هلا جئت معنا او جلست معنا؟ قال: انا اجلس معكم، انتم اطهار اتريدون ان ادنسكم بالزنا؟ انا رجل زان لا استطيع ان ادنس مجالسكم. وكان السائب في حجه تارة يقول: أخشى أن لا يغفر الله لمن حولي بشؤم ذنبي، وتارة يقول: لعل الله أن يرحمني بهؤلاء الجمع المسبحين الملبيين. قال: ثم إنه دامت الصلة والزيارات بيني وبينه، وما زلنا نقرأ في سير التائبين والصالحين، وكنا نتمعن ذلك ونتدبره. قال صاحبنا الذي يذكر لنا هذه الواقعة: ثم إن السائب هذا بعد الحج حفظ القرآن كله، وأصبح يصوم يوما ويفطر يوما. يقول: وفي ذات يوم كنا مجتمعين نقرأ في سير الصالحين الأولين، فمرت بنا قصة الربيع، الربيع بن خثيم، ذلك الشاب الذي عمره لم يجاوز 30 من عمره، شاب وسيم قوي حيي عالم بالله خائف منه. وكان في تلك البلاد التي فيها الربيع بن خثيم من الفساق والفجار الذين يتمالؤون ويتواطؤون على إفساد الناس وإفساد الأبرار والأطهار الصالحين. قال: ثم إن أولئك تمالؤوا وقالوا: نريد أن نفسد الربيع بن خثيم. قالوا: ومن ذا الذي يفسده؟ قالوا: نأتي إلى غانية، وهي والغانية هي التي استغنت بجمالها عن المحسنات والمجملات، نأتي إلى غانية باغية فندفع لها ما يكون سببا في أن تغوي الربيع بن خثيم. فأتوا إلى أجمل من عرفوا من البغايا وقالوا: لك 1000 دينار. قالت: على ماذا؟ قالت: على قبلة واحدة. قالوا: على قبلة واحدة من الربيع، أن يقبلك الربيع بن خثيم لك 1000 دينار. قالت: لا، ولكم فوق هذا أن يزني وأن يفعل ويفعل. ثم إنها تهيأت إلى الربيع منقلبه في طريقه في مكان خال، ثم سفرت عن لباسها وتعرضت له في ساعة خلوة أمام شاب وأمام فاتنة جميلة، فلما رأى بدنها في تلك اللحظة الخالية صرخ بها قائلا: كيف بك لو نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو نزل ملك الموت وقطع منك حبل الوتير؟ أم كيف منك؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرخت صرخة عظيمة ثم ولت هاربة وأصبحت من العابدات حتى لقبت بعابدة الكوفة. ثم قال: أولئك المفسدون الذين تمالؤوا على إفساد الربيع، لقد أفسدها الربيع علينا، لقد أفسدها الربيع علينا. قال صاحبنا هذا: فلما سمع السائب هذه القصة تأثر وبكى وانفجر باكيا، يقول: الربيع يردها وأنا بقدمي أذهب لأثني بها. الربيع يرد هذه التي اعترضت أمامه في الطريق وأنا أذهب لأثني بها. قال: ثم انصرف عن مجلسي باكيا متأثرا حزينا منكسرا. قال: ثم بعد ذلك قال صاحبنا: ورأيت أحد العلماء فأخبرته بقصته، وما كان منه من انكسار وإياب وصيام وحفظ للقرآن وصلاة، فقال: لعل زناه هذا قد يكون سببا لدخوله الجنة،
ولعل بعض الآيات تصدق في حقه بل قد تنص في حقه بعينها، وهي قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال صاحبنا: لما سمعت هذه الآية عجبت وقلت كيف غفلت عن هذه الآية، فوليت إلى بيت صاحبنا، وليت إلى بيته في دار أبيه العامرة في قصر أبيه الفسيح.